وإلى أبرز ما تم تداوله وتناقله من قبل الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. البداية ستكون مع حملة الاعتقالات والمداهمات الواسعة التي شنها جيش الاحتلال يوم أمس، وتم اعتقال عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات مختلفة في الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس. ووفق ما أعلن عنه نادي الأسير الفلسطيني، فإن حملة الاعتقالات طالت 40 مواطناً غالبيتهم من بلدة سلواد شرقي رام الله. وبحسب أحد المقاطع التي وثقها أحد الصحفيين، من بين المعتقلين أيضاً أسرى محررين. إذن قوات الاحتلال تعتقل ما يقارب 4 شبان كما تشاهدون. يتواجد 4 شبان مع قوات الاحتلال، وهي منسحبة الآن من المنطقة الوسطى، أي من أمام من عند مدرسة ذكور سلواد الأساسية. يبدو أن هناك أسرى محررين مع قوات الاحتلال قامت بتجديد اعتقالهم اليوم. ومن مقاطع الفيديو المتداولة عبر الشبكة في الساعات الأخيرة أيضاً مقطع يظهر فيه اقتياد قوات الاحتلال لعشرات المعتقلين مكبلي الأيدي والأعين في بلدة سلواد. في التفاعلات كتب براء: يقوم جيش المجرمين بإرهاب الشعب الفلسطيني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مع الإفلات من العقاب ودعم الحكومات الغربية وأيضاً إعلامها. أما شفاء فكتبت: هذا المنظر كافي يخزيهم مع كلابهم ويعري حقيقتهم لأي إنسان بدافع عنهم، حسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما كتبته. أما محمود فعقب مصححاً: هو اختطاف مش اعتقال، فاشتهمي للاعتقال مغمضين عيونهم وضرب غير مبرر. في ذات السياق هذه الصورة التي نراها من خلفي على الشاشة، والذي يظهر فيها أحد الشبان المعتقلين رافعاً شارة النصر ومبتسماً لعدسة المصور أثناء اقتياده من قبل أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في سلواد. تحظى إذن هذه الصورة منذ نشرها بتداول واسع عبر الشبكة والمنصات الاجتماعية. أشرف عقب على الصورة المتداولة وكتب: شعب لا يهاب شيء، أنتم دائماً مرفوعي الرأس، عاشت فلسطين. تقوى كتبت أيضاً صورة بألف معنى من الفخر. أما سيرين فعقبت قائلة: للعزة عنوان. إلى موضوعنا الثاني، وفيديو آخر متداول بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة عبر الشبكات الاجتماعية ويحظى بتفاعل وتعاطف كبير، وهو مقطع يظهر فيه الأسير محمد أمين خلاف من بلدة العيسوي يعانق طفله وهو مكبل الأيدي خلال جلسة محاكمته في القدس المحتلة. لنتابع. في التفاعلات كتبت هديل: يا وجع القلب، حسبي الله ونعم الوكيل. حنين كتبت أيضا عبر إنستغرام: يما الغصة، الله يهونها ويفرجها على كل أسير يا رب. أما سوزان فعقبت: سامحونا والله خجلانين منكم، ما بإيدنا نعمل شي، سامحونا بزاف، والله بكاني وكم منهم مثل حالته، وكم أم بكت على ابن أو زوج أو أخ أو حتى أب، سامحونا الله غالب، لكن والله العظيم إنكم في قلب كل جزائري وحاضرين معنا. إذن سوزان الجزائرية تقول عملياً أن فلسطين والفلسطينيين في قلب كل جزائري، وهذا يأخذنا إلى موضوعنا الثالث. احتفلت الجزائر بعيد استقلالها 60، وأقيمت احتفالات عيد الاستقلال باستعراض عسكري غير مسبوق في العاصمة يخلد الذكرى 60 ومرور 6 عقود على انسحاب الجيوش الفرنسية وانتهاء الاستعمار الفرنسي الذي دام ل132 سنة. ولأن فلسطين في قلب كل جزائري، ولأن الجزائر في قلب الفلسطينيين، تخللت احتفالات الجزائر الشقيق رفع العلم الفلسطيني. جنود جزائريون رفعوا علم فلسطين خلال العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال الجزائر، وتحت عنوان حضور دائم لفلسطين في قلب الجزائريين تم تناقل هذا المقطع عبر المنصات الاجتماعية كافة. لنتابع.
بثينة عقبت على هذا الفيديو وكتبت: حين يولد الطفل فينا يقال أنت ولدت في الجزائر وروحك ولدت في فلسطين، علمونا أنها قضية أمة وعرض ونخوة، ليست قضيتهم فقط، شعبا وجيشا ودولة، لا أحد يخون القضية لا أحد. وختاما إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه طلاب جامعة القدس أبو ديس يؤدون القسم الطبي في المسجد الأقصى المبارك. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أراقب الله في مهنتي، أن أراقب الله في مهنتي، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها، باذلا وسعي في استنقاذها، من الهلاك والمرض والألم والقلق، من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرهم، وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام، وأن أكون على الدوام، من وسائل رحمة الله، من وسائل رحمة الله، باذلا رعاية الطبية، باذلا رعاية. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.